لا يعني لو في عندك اي مصاريف او اتعاب او خلافه خليها علي. يا جدع انت خلي عندك دم، مصاريف واتعاب ايه؟ ما تقلقش. طيب وشوفها هي كمان لو كانت محتاجة اي حاجة، اي حاجة اعملها لها بس من غير ما تحس، فاهم؟ فاهم، بس هي فعلا طلبت مني حاجة. ايه؟ طلبت ايه؟ طلبت انها تشوفك او تكلمك. هي فعلا طلبت مني ارقامك، بس انا قلت لها لازم اسأل الاول. لا 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 تشوفني ايه؟ مش عارف انت رأيك ايه؟ انا كمان مش عارف، انا نفسي لو اتحطيت في الموقف ده مش عارف هتصرف ازاي. تحب اطلبها لك دلوقتي؟ هي منتظرة رد مني. اطلبها. مساء الخير مدام جيهان. الاستاذ فريد معاك اهو، اتفضل. الو، الله يسلمك، ازيك انت؟ الحمد لله على السلامة. لا ما تقلقيش ان شاء الله كل شيء هيبقى له حل، كويسين الحمد لله. لا ما فيش مانع. فاكره طبعا، ان شاء الله ان شاء الله، مع السلامة. قالت لك ايه؟ فريد، فريد يا صبري. بقول لك قالت لك ايه؟ سبحان الله، اول مرة احس في صوت جيهان بالحزن ده كله. واضح فعلا انها حزينة جدا. السلام عليكم. صبري، طب والله العظيم لو اتمنيتها ما كانت هتحصل. لا لا لا، في كوست انا بحتاج. اشمعنى الواد ده السكرتيره خليته يدخل على طول؟ مش عبد المنعم حافظ. مش عبد المنعم حافظ اللي توقف ده سكرتيرات البلد. سافولا فرفر وماله شايل طاقه ستك ليه؟ جيهان رجعت مصر يا منعم. جيهان مين؟ لا مؤاخذه، جيهان طليقة فريد يا منعم. يا نهار اسود، ودي رجعت عايزه ايه منك بعد العمر ده كله؟ يا ابني ايه الغاغه اللي انت عاملها دي؟ ما تقول انت جاي عاوز ايه؟ في عامل حد؟ هو ده مكتبك ولا مكتب فريد بالظبط؟ لا ده مكتبك يا منعم، مكتبك وتيجي وتدخل في أي وقت. إيه ده بقى؟ يقول لك الشرف يعني يا مؤاخذة إن أنا يعني أعزم نفسي عندك في البيت على العشاء. قلت إيه؟ قلت تشرف في أي وقت. تحب إمتى؟ هتفضلي ساكتة كده كتير؟ الدكتور قال لازم ناخد قرار وبسرعة. مش عارفة أعمل إيه يا سماح؟ أنا عين في الجنة وعين في النار. يا حبيبتي لازم نفكر بسرعة وتاخدي قرارك، الوقت بيعدي ومش في صالحنا. صدقيني أنا مش هقدر أقول لصبري، ده لو عرف ممكن يجرى له حاجة. يا حبيبتي صبري راجل وهيقف معانا، ومع ذلك اعملي اللي أنتي عايزاه، بس أرجوكي بسرعة، الوقت بيعدي ولا النهاردة مش قادرين نحله بإيدينا هنحله بسناننا. أنتي عارفة؟ خلاص أنا هسافر. يا سلام، تسافري كده من غير ما تقولي له؟ ولا تكونيش فاكره بقى انه مش هياخد باله؟ انت عارفه صبري كان عارض عليا نعمل عمره، انا عارفه انه مشغول ومش هيقدر، هحجز ليا وليكي، نعمل العمره بسرعه وبعدين نسافر نعمل العمليه. ده ايه الترتيبات الجامده دي؟ طب انت عندك حل تاني قولي لي عليه. انا ما عنديش، بس الحكايه مش بالسهوله دي يا حبيبتي، العمره لوحدها عايزه ترتيبات كتير، والعمليه عايزه ترتيبات كتير، ده غير بقى التكاليف. يا ترى فكرتي في كل ده؟ ايوه انا صبري كان عامل لي وديعه في البنك كبيره، هفكها واكيد فلوسها هتغطي العمليه، اما فلوس العمر هاخدهم من صبري. يا ما حسن انا عايزاكي تفكري تاني، يا حبيبتي وجود صبري معانا هيساعدنا كتير. ريحيني يا سماح، انا مش عايزه لا صبري ولا الهام بنتي يعرفوا حاجه، عايزه ارحمهم من القلق اللي انا عايشه فيه، ولو انت كمان يعني. ما تقوليش كده، ما تكمليهاش. انا كمان ايه يا حبيبتي؟ ده انت اختي، ولو طولت اديكي روحي هديها لك. انت كده زعلتيني منك. ما تزعليش مني. طيب عبد الرحمن هتعملي معاه ايه؟ مالكيش دعوه بعبد الرحمن، عبد الرحمن هيقعد عند ناس كويسين وهديله فلوس تكفيه وتفيد كمان. لو احتاجتي حاجه انا. انا مش هحتاج لحاجه، بس يلا بقى بسرعه علشان احنا كمان كده اتاخرنا. عندك حق، يلا بينا. يلا يا حبيبتي. Thank you.
السلامة. الله يسلمك يا حبيبتي. ها واخد الشغل اللي بياخدك مننا ده ايه؟ ياه بقى معقولة يا ست رانيا؟ بقى بعد السنين دي كلها ولسه ما تعودتيش؟ مش عايزة اتعود على عدم وجودك في البيت يا فريد، توحشني يا اخي. الله 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 يا سلام. تعرفي لو الواحد ضامن انه يسمع كلمتين حلوين زي كده كنت ارجع كل يوم بدري قوي. طيب انا هقوم اجهز لك العشاء. لا لا استني، قبل العشاء في كلمتين كده عايز اقولهم لك. خير؟ جيهان في مصر. جيهان؟ جيهان مين؟ جيهان، جيهان ام البنات. طيب وانت عرفت منين؟ هي اصلها طلبت صبري عندها مشكلة كده وكانت عايزاه يوقف معاها. تصوري الواد ابنها اللي لسه ما كملش 15 سنة بيشم. ايه؟ مخدرات؟ يا ساتر يا رب. وطبعا صبري كان رافض انه يمسك لها القضية بتاعت الولد لانه ما بيشتغلش في النوع ده من القضايا. ما وافقش غير لما قعدت ألح عليه كتير جدا. والله كتر خير. هي كمان كانت طلبت من صبري انها تكلمني، طلبها لي وكلمتها وعايزه تشوفني. وماله؟ بقول لك طلبت انها تشوفني وهروح اقابلها. وليه لا؟ ياه يعني انت مش زعلانه؟ فريد اللي بيني وبينك اكبر بكتير من اي حاجه. انا واثقه فيك، واثقه كمان في مشاعرك. لا طبعا مش زعلانه منك. طب ايه رايك ان والله العظيم انا كنت عارف انك هتقولي كده. بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تيجي تقابليها معايا؟ لا 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 مفيش لزوم، خليكم براحتكم. المهم دلوقتي هتقول حاجة للبنات؟ مش عارف. أهو السؤال ده أنا اتسألته النهاردة 10 مرات، منهم 5 مرات أنا اللي سألته لنفسي، ومش عارف. أنت إيه رأيك؟ والله أنا شايفة إنك تأجل أي حاجة لغاية بعد المقابلة. مش جايز تكون هي اللي مش عايزة تشوف البنات؟ وتكون فتحت على نفسك فتحة من غير أي داعي؟ ده كلام عاقل جدا. صح، عندك حق. كده بقى يبقى نشوف حكاية العشاء. دقايق عقبال ما تغير هدومك اكون انا جهزت لك العشاء. استني، صحيح بمناسبة العشاء عبد المنعم عازم نفسه على العشاء عندنا. غريبة دي قوي، ده بيجي على طول من غير ميعاد، ده اخره بيكلمنا على الموبايل وهو على الباب. انت عارفة عبد المنعم بقى اي حركة من حركاته الغريبة، بس هو جه واكد عليا انه عازم نفسه على العشاء عندنا. معرفش انا حاسس كده انه عايز يكلمني في حاجه او بتاع، مش عارف. امال العيال فين؟ مريم بره ولسه ما رجعتش. يوسف وميرات فوق اوضهم. فاطمه بقى جوزها جه عدى عليها واخدها وروح. صحيح، بمناسبه فاطمه انا حسيت كده المره اللي فاتت انها زي ما تكون محتاجه فلوس ومكسوفه تطلب مني، عشان كده انا هبقى اسيب لك مبلغ كده تبقي تديهولها انت بطريقتك من غير ما تحسسيها انه مني. خلاص اللي تشوفه يا فريد. اللي انا عايز اشوفه دلوقتي هو انت هتعشينا ايه. تتجوز؟ طب الف مبروك. الله يبارك فيك يا امي. يا ترى بقى مين العروسه؟ واحده انت عارفاها كويس جدا، مريم بنت عمو فريد. يا زين ما اخترت. ويا ترى باباك عرف؟ عرف، وزمانه كمان حدد ميعاد لقرايه الفتحه كمان. ويا ترى بقى انت جاي تاخد رايي ولا جاي تعزمني؟ ليه بتقولي الكلام ده يا امي؟ لانك يا استاذ بتبلغني الخبر متاخر قوي، زي اي واحده غريبه. المفروض انا اول واحده اكون عارفه قبل ابوك كمان. يا امي صدقيني والله العظيم الموضوع كله جه فجاه، ده حتى بابا ما كانش يعرف. ازاي بقى؟ انت مش لسه بتقول دلوقتي ان باباك زمانه محدد ميعاد الفتحه؟ يا امي صدقيني بابا عرف الموضوع بالصدفه، وكان طبيعي انه يديله شكل رسمي. ما انت عارفه بابا لما بياخد قرار في موضوع بينفذه في ساعتها، انما انا والله العظيم كنت ناوي فتحك في الموضوع قبل اي حد. على العموم يا هاني الف مبروك. يعني اعتبر دي موافقه من حضرتك؟ انت حطيتني في موقف خلتني لا اقدر اوافق ولا ارفض. على العموم انا بحترم عمك فريد جدا وبحب بناته قوي وسعيده بالارتباط ده. يعني كده بقى هتيجي معانا قرايه الفتحه؟ لا يا هاني مش حاجه. ليه بس؟ ما انت لسه قايله دلوقتي انك موافقه. دي حاجه ودي حاجه. أنا أسفة بس وجودي هناك مش هيبقى لي أي لازمة. إزاي يا أمي بتقولي كده؟ ده أنت أمي. مش في المناسبة دي يا هاني. يا أمي دي أهم مناسبة في حياتي أنا محتاجك فيها جنبي. معلش يا حبيبي مش هقدر. طب ولو قلتلك علشان خاطري؟ عشان خاطرك أنت أنا مش هقدر أجي.
خلي الليله دي تعدي على خير. بس قولي لي سبب واحد اقتنع بيه. المفروض ان انت تبقى فاهم يا هاني. ارجوك يا امي ارجوك قولي لي، يمكن اقدر احل الموقف ده. بصراحه يا هاني انا مش هقدر اجي واشوف باباك بعد السنين دي كلها، ولا هقدر اشوف الست مراته، وجودي هناك مش هيبقى ليه اي لازمه. صدقني اسمع الكلام. لا يا امي الكلام ده مش صح. الكلام ده هو اللي صح. يلا حبيبي روح اقرا فتحتك وافرح بعروستك وقول لباباك الف مبروك. طب والفرح هتيجي؟ الفرح ساعتها يبقى يحلها ربنا. يا عالم بكره يحصل ايه. هسيبك دلوقتي عشان عندي شغل كتير، وبارك لعمك فريد والمريم. عن اذنك يا حبيبي. هاني هتبات في البيت ولا هتبات عند باباك؟ لا يا امي هو بابا عاوزني في موضوع كده، لو خلصته هاجي ابات معاك. طيب يا حبيبي تصبح على خير. ياض فين الشاي؟ امال لو كنت طلبت منك حاجه تقيله. يا عم اهو. لا سادي خش على الشاي. عارف يا صبري؟ انا حاسس ان انا العريس. اه والله حاسس مؤاخذه ان الزمن بيتحكي. كل اطمن عمال ما تخافش افرح واضحك من قلبك واطمن اللي جاي اجدع من اللي راح بيتمرن. يا قد يا كداب ده كلها سنه ولا اتنين بيك كتير وهتبقى عجوز ومكحكح وجد زيك زي اي عربيه قديمه عندك. جد هو ده الحلم بقى اللي انا عايش عشانه. يبقى لي حفيد اخده على دراعي كده واضمه في صدري. عارف يا صبري خلافاتي مع لقاء أثرت على علاقتي بعيالي، معرفش أتمتع بيهم، معرفتش أفرح بيهم، لكن ولد الولد الوضع هيبقى مختلف خالص. طب قول لي بمناسبة لقاء، أنت فتحتها في موضوع الجواز ده ولا لسه؟ لا لسه، بس أكيد هفتحها. هتفتحها ولا هتاخد رأيها؟ لا هفتحها، آخد رأيها أعمل حد. أنا وابني خلاص متفقين ومرتاحين نفسياً، ومش عايزين أي شورة من حد، خلاص الموضوع منتهي. وبعدين انا مش هلاقي احسن من فريد لما اخذ ناسبه، والبيت متربيه في وسطينا يعني زيتنا في دينا، وانا من الاخر مش عايز اي مشوره من حد. تليفون يا حاج. مين يا هاني؟ الحاج سليم بتاع عربيات الجمله. طيب ليك مع عمك شويه. ها يا حاج سليم انت فين يا عم الحاج؟ انا بعت لك الرقم امبارح. منور يا عم صبري. اه الله يخليك يا هاني، مبروك يا حبيب الجواز. الله يبارك فيك، عقبالي الهام ان شاء الله. والله العظيم لو كانت كبيرة شوية أنا ما كنتش سبتها. الحمد لله إنها لسه صغيرة. قول لي أخبار ماما إيه؟ الحمد لله كويسة، بس عصبية شوية اللي من دول. اسمع يا هاني، لما بابا يجي يفتح ماما في الموضوع لازم تبقى موجود معاها. يا عم صبري أنا كلمتها وقلت لها على كل حاجة. وقالت لك إيه؟ قالت لي كلام صعب جدا. والله يا عم أنا شايف إن بابا بقى يكبر دماغه. يكبر دماغه؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا ابني؟ الكلام ده ما ينفعش. على فكره يا منعم هاني فاتح مامته في الموضوع ويظهر انها مش مرحبه قوي. ولو انا اعمل وصول للاخر وهقول لها وهبلغها ان احنا رتبنا كل حاجه. يا بابا انا شايف ان انت تسكت وتسيب الكبار يعملوا الوصول للاخر وتفضل تخش شوف شغلك. انا قصدي ان كل انت لا قصدك ولا ما قصدكش. وبعدين ما ينفعش تجيب سيره والدتك بالشكل ده قدامي، مفهوم؟ اتفضل يلا اتفضل. ليه العيال دي؟ ليه كده يا مان؟ الولد ما غلطش. ده غلط يا صبري، انا سامعه بيقول يكبر دماغه. ما دي برضه مش اصول. انت عايز السوق يقول ايه؟ ما عرفش اربي الولد. ما عاش ولا كان اللي يقول كده يا اخي. الله انت مربي العيال ولادك احسن تربيه، اذا كان من لقاء ولا من اميره. عشان خاطر يبقى راضي الواد بكلمتين. حاضر يا عم صبري عشان خاطرك، ولو انه ما يستاهلش. يا سيدي خليها عليك انت، استاذن انا بقى. يا عم الحاج انت جاي في ايه ورايح في ايه؟ عندي كذا مشوار مهم ولازم استاذن. يلا سلام عليكم. ماشي سلام الله. سلام صبري. يا هاني هاني صبحي. ازيك يا صبحي؟ الله يسلمك. عامل ايه يا صبحي؟ كويس الحمد لله. طبخين النهارده يا صبحي؟ الله
اللي انت خدتيها مني الصبح؟ 50 جنيه بس؟ ايوه. دول يا ستي 200 جنيه مرة واحدة. انت تأموري يا لولو. الو فاطمة، انت فين يا فاطمة؟ وحشتيني. عايزين تجيلي دلوقتي حالا. ايوه دلوقتي في البيت. هو في حاجة ولا ايه؟ مش عارفة والله يا طنط. يا صبري بقالنا كتير قوي ما خرجناش مع بعض. سامحيني يا حبيبتي، الشغل واخد كل وقتي. الشغل بس؟ قصدك ايه؟ قصدي بيتك التاني يعني. انت مش شايف يا صبري انك بتقضي معظم الوقت هناك؟ يا حبيبتي ما انا بقعد هناك لما البنت تبقى قاعده معاكي. خلاص نقعد مع بعض، ما انت عارف اني بحبها زي بنتي واكتر كمان. عارف. اتفضلي. بس الحقيقه يعني مش قادر اسيب محاسن لوحدها. ليه يعني؟ بتخاف تقعد لوحدها ولا بتخاف تنام في الضلم؟ لا، محاسن عيانه وللاسف مش عارفين عندها ايه. وديها للدكتور. انا فعلا وديتها للدكتور وكتب لها على ادويه، بس للاسف مفيش اي تحسن والدور بيجي لها هو هو. خلاص وديها للدكتور تاني. رافضه الفكره، عايزه تستمر مع الدكتور الاولاني. خلاص هي حره بقى. يعني ايه هي حره؟ يعني اشوف حالتها بتتدهور قدامي واسكت؟ مش هي اللي رافضه، يعني هتشيلها غصب عنها وتوديها للدكتور تاني. والله لو عليا يا ريت اشيلها فعلا واوديها للدكتور تاني. يا سلام، للدرجه دي يعني؟ برأيي الهام يا ستي، لو مش عشان بنتها. وبعدين بصراحه انا ما كنتش متصور ابدا انك تاخد الامور بالشكل ده. صبري انا اوعى تفتكر يعني اني فرحانه لعياها، بالعكس ده انا اصلا. خلاص خلاص يا الهام، ممكن من فضلك نغير الموضوع؟ احسن برضو نغير الموضوع، بس ما تنساش انك انت اللي بدات. انا اسف، اسف اني فتحت الموضوع سيده. ممكن بقى نغير الموضوع؟ احسن برضو نغير الموضوع. صبري ما تسافرها بره. شفتي اهو، انت اللي بتفتح الموضوع برضو. خلاص خلاص نغير الموضوع، مش هفتح حاجه. مالي؟ احسن برضو. انت بتضحك عليا يا صبري. بتضحك على الايام. مالها بقى الايام؟ بس انا متذكر ان الحوار ده دار بيني وبينك من سنين طويله، وبرضه كان عن محاسن. متذكر؟ انت كنت بتفكر تتجوزها يا صبري؟ عمرها ما كانت في بالي اطلاقا. الله، امال ايه اللي حصل؟ يا الهام، ده سؤال متاخر سنين طويله قوي، وبصراحه ما لقيتلوش سبب. طيب لو زمن رجع بيك تاني هتفكر تتجوزها يا صبري؟ لا طبعا. مش عارف. يعني ايه مش عارف؟ انت سعيد معاها يعني؟ انا سعيد معاها فعلا، بس عارفه امتى؟ لما انت وافقت انك ترجعي لي تاني. يا سلام كداب. انا عمري ما كدبت في مشاعري ناحيتك. يعني انت لسه بتحبني يا صبري؟ انا بموت فيك والله، بحبك واكتر من زمان بكتير. خلاص خلاص ما صدقاك، لاني انا كمان للاسف لسه بحب. نعم، وليه للاسف دي؟ اظن انت عارف اجابه السؤال، ومع ذلك وافقت اني ارجع لك. هو انت كان لازم ترجع، ما كانش ينفع انك ترفض. الهام احنا الاثنين بنكمل بعض ولازم نفضل مع بعض تحت اي ظروف. انا عارفه نفسي طول عمري حظي وحش. تعرفي والله بموت فيك. انت بتتكلمي بجد يا اميره؟ شفتي؟ انا بقى غلطانه اني حكيت لك على حاجه، انت كده هتوقعيني في الغلط. اخسى عليكي، ده انا هموت من الفرح. طب ومريم عارفه؟ طبعا عارفه، ده هي وهاني تقريبا مرتبين كل حاجه مع بعض. بقول لك ايه، ما توقعنيش في الكلام تاني اكتر من كده. هو انت لسه قلتي حاجه؟ طب قولي لي، الاستاذ فتح فريد ولا فريد لسه ما يعرفش؟ لا طبعا اكيد هو لسه ما يعرفش، ده منعم نفسه كمان ما يعرفش. الحكايه كلها اترتبت في 24 ساعة. يا سلام. اه والله. طبعا اذنك. ايه راح فين؟ اخص عليك يا رانيا، انت كده بقى هتخلي منعم يزعل مني. ما تخافيش مش هيزعل منك.
عمك منعم جاي هنا ليه النهارده؟ ليه يا طنط؟ جايين يخطبوا مريم ليه؟ بجد؟ شش وطي صوتك. هم قاعدين دلوقتي في الصالون عشان كده. وهو بقى بتقولي لحد انك انت عارفه عشان بابي هيزعل قوي لو عرف ان حد عارف مننا، اوكي؟ معقول يا طنط؟ طنط رانيا عرفت الحكايه من طنط اميره بره. يا نهار اسود، وبابا لو عرف ان الحكايه معروفه من غير ما هو يعرف هيزعل منك. يا رب يهدي بابا يا رب ويوافق كده على طول من غير ولا سين ولا جيم. خشي اقعدي معاهم هنا قبل ما دخلهم القهوه جوه. اهلا 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 بوصولك زي القمر حبيبه قلبي. كبرتي يا مريم ما شاء الله عليك. بنت حلال يا مريم انك جيتي. اقعدي يا بنتي اقعدي. خير يا بابا؟ دلوقتي يا حبيبتي عمك عبد المنعم جاي طالب ايدك لهاني ابن. قلتي ايه؟ هتقولي ايه يعني يا عم الحاج؟ استنى شويه يا عبد المنعم وسيبي البنت ترد. انا ما رضيتش اسالها بعيد عنكم وسالتها قدامكم لانكم مش غرب ولان انت في الاول وفي الاخر في مقام عمها. وانا لا مؤاخذه بقى بصفتي في مقام عمها انا بقول لك انا موافق. قلت ايه يا بنتي؟ قلت استنى شويه يا عبد المنعم. ايه يا مريم؟ قلت ايه؟ هاني قاعد قدامك اهو وانا شخصيا مش موافق عليه. لو انت موافقه قولي ايوه، ولو مش موافقه بقى قولي لا وسيبي الباقي كله عليا وعليه العوض في العشاء اللي تعشوه. لحضرتك تشوفه يا بابا. اهو شفت عم الحاج قالت لك اللي تشوفه يا بابا. خلص بقى ما تسكت شويه يا منعم. هي البنت لسه قالت حاجه يا عم؟ قالت في الافلام العربي لما اخذ البنت بتبقى قاعده كده جنب ابوها مكسوفه وبصه في الارض وتقول لك اللي تشوفه يا بابا، يعني موافقه مش كده يا بنتي ولا انا بتكلم غلط؟ كده يا عمو. كده يا عمو يعني اطلع منها انت يا بابا. لا ما تقولش كده يا بابا. يا عم اهدى على البنت شويه، انت مش فاهم حاجه. الولاد بيحبوا بعض وشكلهم مرتبين كل حاجة وانا وانت نايمين في العسل صدقني. ولا انا لو مؤاخذة بقى بتكلم غلط عما هاني؟ عن اذنكم. كسوفة يا عم فريد بقى، مش لمؤاخذة نقرا الفاتحة ولا ايه الدنيا؟ ها ايوه كده. الحقيني في مصيبه. ايه قلقتيني يا جماعه؟ مش لمؤاخذه بس سمعونا زغروتها كده، احنا ربنا كرمنا اخر كرم وورينا لمؤاخذه فتحت مريم على هاني. الف 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 مبروك. ولسه بقى هكمل بعدين. مبروك يا منى. مبروك يا فريد. الف مبروك. تعال تعال. مبروك يا بنتي. الله يبارك فيك يا بابا. مساء الخير يا احلى محاسن في الدنيا. بجد يا صبري انت لسه شايفني محاسن بتاعت زمان؟ لا 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 لا، انا ازعل منك قوي لو كنت بتسالي السؤال ده بجد. انا حاسس ان الاول مره بشوفك، حاسس انك حاجه غاليه قوي عليا وخايف تروح مني. ربنا ما يحرمني منك ابدا يا حبيبي. تعرفي حاسس انك روحك المعنويه بقت عاليه وبقيتي زي القمر ووشك نور، صح ولا انا غلطان؟ ده بس عشان انت بتحبني شايفني كده. لا بصراحه انا شايف ان الدكتور التاني اللي انت رحتي له ده عارف الحاله وبدا يريحك. في الحقيقه دي حاجه، والحاجه التانيه ان انا حجزت تذاكر السفر وظبطت كل حاجه. ازاي ازاي ظبطت كل حاجه؟ مش جايز انا اكون مشغول في الوقت اللي انت هتسافر فيه ده؟ ما هو بصراحه انا حجزت ليا انا وسماح بس. نعم حجزت ليكي ولسماح وبس؟ طب وانا؟ ده انا اساسا صاحب الفكره. ما هو بصراحه يعني من غير ما تزعل مني انا مش عايزك تيجي معايا. ايه الكلام الغريب ده؟ انا حاسس انها هتبقى حاجه خاصه جدا، اول مره نعملها مع بعض، هيبقى لها طعمها جميل واحنا مع بعض. بصراحه يا صبري انا افضل اكون لوحدي. لوحدك ازاي وانت واخده سماح معاكي؟ لا ما هي سماح يعني جايه معايا عشان ما بقاش لوحدي، بس انا عاوزه اتكلم كلام من قلبي،
عاوزه اقول حاجات مش عايزه حد يسمعها. خلاص يا حبيبتي اعمل اللي انت عايزاه، محدش هيقدر يقيدك. انا اللي مش عايزه اقيد حد، عايزه يبقى لما نفسي انزل الحرم انزل في اي وقت، اقعد في اي مكان، افتح قلبي، عاوزه استريح. وجهه نظر غريبه جدا، بس هقول لك ايه، انت حر. يعني مش زعلان؟ بصراحه زعلان، بس ليش بقى؟ يعني اني فرح بنت فريد على ابن منعم في الفتره ديت، ولازم ابقى موجود، ولازم انت كمان تبقى موجوده. البركه فيك يا حبيبي، بس يعني لو انت مش عايزني اسافر انا ممكن الغي كل حاجه. لا يا حبيبتي اعمل اللي انت عايزاه، بس هتسافروا زي من غير محرم؟ لا، ما احنا رتبنا مع شركه سياحه كبيره بتاعت الحاج هاشم، فاكره اللي اشترينا منه شاليه عين السخنه، هيطلعنا صحبه امنه. فاكره طبعا، هو عموما راجل متدين وكويس. هو رتب كل حاجه، الاقامه والسفر والمناسك وكل حاجه. طيب هتقعدوا كام يوم هناك؟ لسه مش عارفه. مش عارفه؟ مش عارفه هترجعوا امتى؟ لا يعني لما استريح وابقى كويسه هرجع. بصراحه كلامك غريب. ابدا يا حبيبي، انت بس علشان حوحشك واول مره ابعد عنك. على فكره انا لسه ما اتعشتش، بجهز العشاء، تتعشى معايا؟ لا اصل انا كنت عند الهام وكلت حاجه خفيفه كده، مفيش مانع اكمل معاكي. اوكي. ازيك يا فريد؟ ازيك انت يا جيهان؟ الحمد لله على السلامة، ولو انها متأخرة شوي. بقالك قد ايه في مصر؟ شهور، بس طبعا ما جاتش مناسبة اتصل بيك واقول لك. ليه بس يا جيهان؟ احنا اللي بينا ما كانش شيء قليل، ده احنا بينا عمر يا جيهان. انت كنت مراتي ولغاية دلوقتي انت ام بناتي. بصراحة يا فريد انا خفت اتصل بيك ومراتك تعرف وتزعل. لا لا لا، دي رانيا انسانة عاقلة جدا. تفضل. وعلى فكرة بقى، انت سيرتك بتيجي دايما بينا، بتيجي طبعا بكل خير وبكل احترام. تشربي ايه؟ اي حاجة. عصير فريش، وهات لي انا قهوة. مظبوط. والبنات يا فريد بيجيبوا سيرتي ازاي؟ برضو بكل خير واحترام. مفيش بنت متربية ممكن تتكلم على امها بطريقة وحشة، حتى بعد كل اللي عملته فيهم. الزمن بينسي كل حاجة يا جيهان، حتى قسوة الام على اولادها. انا عارفة اني غلطت في حقك وحقهم. عايزاكم تسامحوني يا فريد، ممكن؟ خلاص خلاص يا جيهان، الطلب ده جاي متأخر قوي، ده سنين طويلة عدت. لو تعرف السنين دي عدت علي ازاي مش هتصدق. ليه؟ انتي مش جبت الولد اللي كان نفسك فيه؟ الولد اللي بعت الدنيا كلها علشانه؟ اي صح، بس التمن كان غالي قوي يا فريد. انا بعد ما خلفت عاصم كم شهر طلقت من جوزي وعشت مع عاصم لوحدنا. طبعا انت عارف الحياه في لندن مش سهله، كانت صعبه عليا وعليه قوي. ما صدقت خلص دراسته المتوسطه ورجعت بيه على مصر. طبعا هنا اكتشفت بقى انه كان بيتعاطى المخدرات.
المخدرات دي تعلمها لما جه مصر؟ لا، بدأها هناك. طبعا لما جينا هنا كان سهل عليه جدا يلاقيها. الحق عليا انا يا فريد، انا اللي ما كانش عندي وقت اقعد جنبه خلي بالي منه. يعني كان لازم اشتغل عشان اصرف عليه وحقق له كل اللي نفسه فيه، وادي النتيجه. عموما انا مش عايزك تلومي نفسك، اللي حصل ده كان ممكن يحصل مع اي حد، وكان ممكن برضو يحصل لعاصم في اي مكان تاني. شكرا. على فكرة ما هو في مصر للأسف شباب كتير زي عاصم كده. المهم احنا عايزين نفكر هنطلعه ازاي من الحكاية دي. والله مش عارفة يا فريد اعمل ايه، وخصوصا انه صبري رفض يمسك القضية. لا لا، من ناحية دي اطمني، انا دردشت مع صبري كتير لغاية ما قدرت اقنعه، وهو وعد انه هيقف جنبنا. جنبنا؟ ايوه طبعا جنبنا. مش لسه بقولك اللي بينا ما كانش شيء قليل؟ وبعدين هو مش عاصم ده برضو يبقى اخو البنات؟ انا بصراحة خفت اتصل بيك لما وقعت في المشكلة دي، خفت تشمت فيه. اشمت فيكي؟ اخص عليك يا جيهان، انت تعرفي برضو ان انا ممكن اعمل كده. تعرفي انه من اخلاق فريد انه ممكن يشمت في وضع زي ده؟ لا بالعكس، ده انا اللي مش عايزك تندمي. انت كان عندك هدف وحققتيه، طبعا كان ممكن ما يتحققش، بس ربنا سبحانه وتعالى اراد انه يتحقق علشان تكملي المشوار، وعشان يعرفك قد ايه المشوار ممكن يكون صعب وطويل. انا زي ما قلت لك يا جيهان، مش عايزك تندمي ومش عايزك تقلقي، انا هبقى معاكي. يا فريد لسه كلامك زي ما هو، ما تغيرش. بحس انك بتشدني، بحس لما بسمعك بالراحه. خساره جد يا خساره، أنا غلطت. خلاص خلاص يا جيهان من فضلك ما تكمليش. أنت زمان أخدت قرار وأنا احترمته ونفذته. صحيح القرار ده غير حياتي كلها وغير حياة البنات كمان، بس أنا كان لازم أحترمه يا جيهان. بعدين إذا كنت أنت تعبتي، أنا تعبت أكتر منك بكتير. المشوار كان صعب، صعب وطويل عليا وعليهم. أنا تعبت من كتر الأسئلة اللي كانوا دايماً بيسألوها لي، وتعبت أكتر من الإجابات اللي كان لازم تتغير مع كل يوم هما بيكبروا فيه، وخصوصاً ميريت. قولي يا فريد شكلها ميريت دي بقى حتة قمر. فاطمة حامل وبطنها قد كده يعني قريب يا جيهان هتبقي جدا حبيبتي يا فاطمة. وحشاني. طيب وقول مريم عاملة ايه؟ ان شاء الله ترتيبات فرحها اليومين الجايين دول. ايه ده يا فريد؟ هتجوزها من غير ما اعرف؟ طب ما انا لسه بقول لك يا جيهان ان فاطمة اتجوزت وهتبقى ام من غير ما انت تعرفي. ما فرقتش يعني؟ لا يا فريد، فرقت، فرقت كتير كمان. ساعة ما اتجوزت فاطمة انا ما كنتش موجودة في البلد، كنتش موجودة في مصر، بس انا دلوقتي اهو موجودة قدامك، يعني من حقي اكون جنبها في ليلة فرحها، صح؟ بلاش يا جيهان، بلاش من فضلك، وخلي كل حاجة تمشي زي ما هي. هي فريد في ايه؟ انت ناسي ان دول بناتي؟ يعني من حقي اكون جنبهم؟ يا جيهان بس الطلب ده جاي متأخر، متأخر قوي، ده وقته راح خلاص. ومع ذلك
مش موضوعنا دلوقتي، اديني فرصة هحاول اشوف طريقة افاتح بيها البنات.